جلاله وفخامه وسمو الوثائق التاليه بعد التوافق عليها، مشروع اعلان الرياض ووثيقه الخطوط العريضه لخطه التعاون الشامل مع جمهوريه الصين الشعبيه والدول العربيه، ووثيقه تعميق الشراكه الاستراتيجيه العربيه الصينيه من اجل السلام والتنميه التي تم التوافق عليها من جميع الدول. والان ادعو فخامه الرئيس شي جي بينغ رئيس جمهوريه الصين الشعبيه لالقاء كلمته الختاميه. Chers collègues, reconnu pleinement les résultats des échanges sino-arabes. Of the eight major initiatives of China-Arab cooperation, avancées par la Chine, you have also come up pertinente pour le renforcement de la coordination stratégique et de la coopération amicale dans tous les domaines entre nos deux parties. Je suis ému par votre souhait ardent de développer les relations sino-arabes. Les États arabes sont membres importants du monde en développement et occupent une place importante dans l'échiquier politique, économique et civilisationnel international. Ces dernières années, forts d'un esprit d'indépendance, les États arabes œuvrent à trouver une voie de développement adaptée à ces conditions nationales. الأزمة في مجالات الغذاء والطاقة وتغير المناخ، وتلتزم بإيجاد حلول سياسية للقضايا الساخنة والشائكة، وتعمل على الحفاظ على السلم والأمان في المنطقة، وتدعو إلى التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات وتعزيز التعايش المتناغم بين الحضارات المختلفة. نعرب عن تهنئتنا بالإنجازات التي تحققت دول العربية منذ بداية القرن الجديد، وخاصة على مدى السنوات العشر الماضية. شهدت العلاقات بين الصين ودول العربية تطورا كبيرا، حيث أقام الجانبين علاقات شراكة استراتيجية القائمة على تعاون شامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل. كما أقامت الصين علاقات شراكة استراتيجية شاملة أو علاقات شراكة استراتيجية مع 12 دولة عربية كل على حدة، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزمة والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي. حققت العلاقات الصينية العربية طفرة تاريخية، مما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين، وضخ مزيدا من عوامل الاستقرار للمنطقة والعالم. قد تكللت القمة الصينية العربية بالنجاح التام، حيث اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، الأمر الذي يعد معلما فارقا في تاريخ العلاقات الصينية العربية. يحرص الجانب الصيني على أخذ هذه القمة كمنطلقة جديدة للعمل سويا على تكريس الروح الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة، وبذل الجهود المشتركة لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.
ودفع آفاق واعدة للتعاون بيننا وفتح غدا أجمل للتقدم البشري. شكرا لكم. شكرا فخامة الرئيس على كلمتكم، ونؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم. أعلن عن اختتام القمة وأرفع الجلسة. شكراً.